للحديث عن فشل أمريكا بتنفيذ وعودها في العراق وكارثية قرار الاحتلال في وقت وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل قانون تفويض استخدام القوة العسكرية، معنا من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال. أستاذ مكي، بداية مرحبا بك. موقع ميدل إيستاي البريطاني يؤكد أن مهندسي الحرب على العراق قدموا أسوأ الأكاذيب لتبرير غزوه. كيف ترى واقع العراق بعد 20 سنة من الاحتلال؟ أهلا بكم. ابتداء نقول أن أسوأ الأكاذيب كانت على أعلى مستوى للمسؤولية في الولايات المتحدة، يعني على مستوى رئيس الولايات المتحدة ووزير الخارجية ووزير الدفاع، يؤازرهم بذلك أعلى المستويات في دول أخرى تحالفت مع أمريكا ومنهم بريطانيا. القضية يعني أكبر من أن تسرد بدقائق، لكن هكذا هو الوضع يعني في موضوع الاحتلال. النتائج كارثية منذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية. هم جاءوا بلباس المحررين، بلباس الذين يريدون للعراق أن يزدهر، أن يتخلص من الدكتاتورية. منذ اليوم الأول ارتكبوا جرائم حرب تحت عنوان يعني أضرار جانبية أو أضرار عرضية. الاحتلال كان سيئا حتى قبل بدايته. من البديهي أنه إذا كان هناك دولة تمتلك أسلحة دمار شامل، فمن الطبيعي ومن العقل والمنطق أن لا يتم احتلالها خوفا من استخدام هذه الأسلحة. ولكن ما جرى في العراق أمر يعني بالمقابل، مع موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل قانون تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، ترى إلى أي مدى تريد أمريكا التنصل من مسؤولية ما جرى؟ جرائم وقتل بالجملة، يعني ملايين العراقيين راحوا ضحية هذه الحرب. يعني هم يجدون ذريعة ما يصدقها شعبهم، شعبهم مصلحي ويعني أتفه من حكومته في هذه الأمور، لا يهتم للدول والمواطنين في الدول الأخرى. كلموهم مبطنا بمصالحهم ووضعوا هذا الشعار، يعني أسلحة دمار شامل وغير ذلك، تغطية على موضوعهم الرئيس وهو التخلص من قوة الشعب العراقي ومطالباته المستمرة بالعدالة الدولية وتحرير فلسطين وما غير ذلك. الهدف الحقيقي كان هذا، لكنهم قالوا أسلحة دمار شامل، وهم واثقون 1000% أن العراق لا يمتلك أسلحة دمار شامل، وإلا كما تفضلت كانوا يفكرون 1000 مرة قبل غزوه. العراق حتى لم يستخدم أسلحته التقليدية بشكل واسع، لا سيما بعد أن يأس من كسب الحرب. يعني صواريخه بقيت ملقاة ولم يستخدمها، وهم يعرفون ذلك. يعني فهذه مجرد ذريعة لجريمة كبيرة ولم تغطي ذلك، وإنما كانت مفضوحة جدا. طيب أستاذ مكي نزال، إلى أي مدى كان خطيرا هذا القرار والصلاحية التي أعطيت للرئيس الأمريكي لاستخدام القوة العسكرية دون أي رقابة؟ هل من المعقول أن لا تكون هناك رقابة ولا مراكز للدراسات ولا مراكز للبحوث ولا مراكز لاتخاذ القرار، وأعطيت الصلاحية لهذا الرئيس اعتباطا؟ هم قدموا لذلك بتعيين كادر محيط بالرئيس، وأنا أقول ولا سيما ذلك الرئيس الذي اتخذ قرارات حمقاء، الذي لم يجد صياغة جملة واحدة في خطاباته، المتهور المعروف، ووضعوا حوله كادرا مثله ودعموه في الكونغرس. هي الخطة أصلا أن يوافق الجميع على ذلك، وكل ما حصل هو مجرد تغطية. وما يحصل اليوم أيضا
مع أننا لا ندري ماذا سيقررون، يمكن نقضه بقرار كونغرس آخر حين تريد أمريكا أن تغزو بلدا آخر. لكن الآن كما تفضلتم ربما سيتنصلون من مسؤولياتهم الدولية، يعني تحسبا لأي مطالبة مستقبلية بإعادة العراق إلى حضنه الدولي والإقليمي، ولمطالبته بتعويضات مهولة لو كان الحق موجودا. طيب، أمريكا يعني استخدمت الأساطيل والطائرات والقوات البحرية المارينز وصرفت تريليونات الدولارات، وحتى أن تقارير تحدثت عن أن أمريكا ستظل تنزف من الأموال إلى عام 2050، كل ذلك لكي تسلم العراق إلى إيران؟ يعني أنا لست مع تسليم العراق إلى إيران، إيران أجير لدى أمريكا، وإيران جزء من الاحتلال منذ قبل الاحتلال، إيران دخلت العراق على الدبابة الأمريكية برموزها المحلية المعروفة، إيران لم تطلق إطلاقة واحدة على أمريكا، وأمريكا لم تطلق إطلاقة واحدة على إيران، كلها نباح منذ السبعينيات، منذ قدوم خميني إلى السلطة. أنا أرى أن إيران هي مجرد أجير عند أمريكا، وكل هذه السيناريوهات أفلام يعني من بوليوود لا أكثر ولا أقل. طيب أستاذ مكي، أخيرا، أمريكا ما زالت في العراق بقوة، ويعني ما نقرأه من القرار في الكونغرس هو عن الوجود الأمريكي في العراق، والوجود الأمريكي باقي وسيبقى. جرائم عظيمة ارتكبت في العراق سواء على أيدي الاحتلال أو على أيدي الحكومات التي نصبها الاحتلال من خلال عمليته السياسية، وما يجري في المدن العراقية إلى الآن قائما: تغييب، قتل، اعتقال، جرائم، بالإضافة إلى يعني أكثر من مليون مقتول ومفقود بحسب المنظمات الدولية. إلى أي مدى أستاذ نزال بات مطلوبا تحقيق العدالة للضحايا؟ يعني تحقيق العدالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيض ذلك بأي شكل من الأشكال. الولايات المتحدة غير معنية بتحقيق العدالة للعراقيين أبدا، إلا إذا شاءت أن تزوق الوضع عفوا أو تجد لنفسها مصلحة في ذلك. العدالة في العراق مفقودة منذ سنة 80 حين دفعت الولايات المتحدة والعالم بإيران لمحاربة العراق، ثم لما تمكن العراق من صد ذلك العدوان بدأوا فصل الحصار، كل هذا يستوجب عقوبات، ثم الحروب المتوالية، الأحداث المتوالية، الجرائم المنكرة بالجملة الكبيرة على العراقيين، كل ذلك أمريكا مسؤول عنها. و هي الآن بالمناسبة تدفع بصغار يروجون على مساحات تويتر وعلى وسائل الإعلام أن أمريكا ليس بيدها شيء، لا تستطيع أن تفعل شيئا في العراق، أمريكا بيدها كل شيء في العراق لغاية هذه اللحظة وسيبقى في يدها، وحين تطلب من أي طرف سواء كان إيران أو غيره أن يترك العراق فإنه سيترك العراق خلال ساعات. وهذا كلام أيدني فيه كبار المحللين الذين تحدثت إليهم بشكل خاص ومن الأمريكان وغيرهم. نعم، من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزال، شكرا لك.